هنتكلم في فنيات طبعاً. طبعا ولكن احنا كابتن عادل تحس ان الموضوع شائك وكأن تشجيع الجماهير الاخرى للنادي الاهلي هو اللي هيأثر على النادي الاهلي وهيخليه يكسب. لا هو مش يعني في مواضيع كده بقت تاخد حيز كبير مننا وموضوع يعني عندنا حاجات اهم منها. صحيح. بالنسبه للناس كلها بالنسبه لكل الجماهير يعني يعني كل فريق لو وكل جمهور لو ركز مع فريقه بس انه يبقى احسن حاجه هتلاقي ان فريقه بيرتقي بحاجات كتير جدا بفوز بالاداء بانك تبقى مركز طول الوقت. احنا بقى عندنا مناوشات كتير جدا على السوشيال ميديا بتقعد تتكلم في كل حاجه ليها علاقه بالفرقتين مين كسب مين خسر مين خسر من فريق منافس تاني مين خسر في افريقيا مين فالامور اصبحت انك ما بتفكرش في مكسبك قد ما تفكر في خساره خصمك. صحيح. ودي حاجه يعني حاجه مش صحيح. دي اكتر حاجات بتقلل منك انت كفريق او كشخصيه فريق انك بتدور على اخطاء الاخرين. وده الانديه الكبيره ما بتبص للحاجات دي يعني النادي الاهلي لا يعني مين كسب ومين خسر. صحيح. النادي الاهلي بيبص لحاجه واحده. صحيح. النادي الاهلي بيفكر في حاجات تانية بيفكر في 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 بطولات تانية افريقيا وفي مصر اكثر تتويجا على مستوى العالم. في حاجات كتير جدا احنا بنفكر فيها وعايزين نشتغل لها بنشتغل عليها عشان توصل لده. فشل الاخرين مش هو اللي هينجحك. صح. يعني عمر ما انت لو الفرق التانية خسرت انت مش هتكسب انت هنخسر كلنا ما في حد لازم يكسب. صحيح. ولازم انا افكر ان انا اكسب. صح. فبالتالي الناس لو الفكر بتاعها توحد ان انا محتاج ان انا ابقى كويس محتاج ان انا ادعم فرقتي محتاج ان انا اشتغل على نفسي مش هحط في نفسي في مواقف ان انا محتاج حد يكسب لي او ان انا فرقه او ان انا اشجع حد او مكان حد. وخد بالك كل الناس اللي بتتكلم ان انا ما اشجعش النادي الاهلي عشان هو ده حقه حقه طبعا هو بيشجع فرقته وانا واحد من الناس انا مش هشجع حد لصالح غير فرقتي. صح. وده شيء منطقي جدا وشيء صحيح. محترم. صحيح. ولكن في اهداف بقى تانية تخليني ما اوصلش للمرحله دي ان انا اشتغل ان انا اشتغل كويس ما استناش نتائج حد. فاعتقد يعني حاجات بتاخد من تفكيرنا كتير واحنا يعني شايف ان الناس عندها حاجات اهم من ان هي ان احنا نشتغل وان احنا نبقى في مكان كويس اهم. صحيح. من ان انا اقعد افكر مين هشجع مين على حساب مين. اشتغل يعني. على فريقك لو اشتغل على فريقك كل واحد اشتغل على فريقته. صحيح. انت بعد لو اشتغلت على فريقك انت مش محتاج تستنى نتائج حد وده الصح وده اللي احنا اتربينا عليه احنا. صحيح. ودايما اللي بيفكر في المركز الاول ما بيشغلوش مين عمل ايه. صحيح. هو انا عايز اكسب وبعد كده هشوف نتائج الاخرين فعلا. صحيح. بس. صحيح.